الحمد لله الكبير المتعال ذي العزة والجلال، خلق فسوى وقدر فهدى. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أفضل من صلى وصام، أفضل من صلى وقام وحج لله وصام. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه وخشيته في الغيب والشهادة، والاستقامة على دينه في الغضب والرضا، والمنشط والمكره. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها المسلمون، حجاج بيت الله الحرام، ها أنتم أولاء تجتمعون في هذا المكان المبارك، وافدين إلى بلد الله الحرام، محرمين ملبين، قاصدين ربًا واحدًا، ولابسين لباسًا واحدًا، وحاملين شعارًا واحدًا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنكم أيها الحجاج باجتماعكم هذا تعقدون مؤتمرًا فريدًا، مؤتمرًا ملؤه السمع والطاعة والرغبة والاستجابة لنداء الباري جل شأنه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فها أنتم قد امتثلتم أمر ربكم، وتركتم المال والأهل والولد، وقطعتم الفيافي والقفار والمفاوز والبحار في صورة فريدة ومشهد مدهش يستوي فيه صغيركم وكبيركم وغنيكم وفقيركم وذكركم وأنثاكم. فاشكروا الله على التيسير، واحمدوه على بلوغ المقصد وتهيئة هذا النسك المبارك، وأروا الله من أنفسكم توحيدًا خالصًا خاليًا من الشوائب الشركية والنزعات البدعية. فإن البيت الحرام لم يُبنَى إلا للتوحيد وإخلاص العبودية لله سبحانه، ولم يُبنَى للشرك ولا للابتداع ولا للخرافة والدجل، بل إن الله سبحانه قد أمر خليله إبراهيم عليه السلام أن يؤسِّس البيت العتيق على التوحيد والعبودية لله وحده، فقال جل شأنه: وإذ بوَّأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تُشرِك بي شيئًا وطهِّر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ولذا كان الفهم الصحيح للسلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أن عرصات المناسك إنما هي محلٌ للتضرع إلى الله وإخلاص النسك له وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لديهم لوثة التعلق بالحجارة أو التبرك بها أو قصد المزارات أو المشاهد أو القبور والدعاء عندها، لأنهم يعلمون علم اليقين أن النافع الضار هو الله سبحانه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولذا كان السلف رحمهم الله لا يتبركون بأحجار الكعبة ولا بغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يفعله أصحابه، وإنما استلم الحجر الأسود وقبله ومسح بيده على الركن اليماني، ولم يستلم بقية أركان الكعبة،
وقد أكد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك وهو واقف أمام الحجر الأسود قائلا: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فلولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. حجاج بيت الله الحرام، إن هذا الاجتماع المبارك إبان هذا النسك العظيم لا يعد فرصة سانحة لاستشعار هذا التوافق الفريد واستلهام الحكم العظيمة التي شرع الحج لأجلها، ومن ذلكم الاشتراك والمساواة بين كافة الحجاج في متطلبات هذا النسك. فليس للغنى ولا للنسب ولا للرياسة فضل أو استثناء، فالوقوف بعرفة واحد، والمبيت بالمزدلفة واحد، والجمرة ترمى بسبع حصيات لكل واحد، والطواف واحد، والسعي واحد. فليس للغني أو الشريف أو الوزير أن ينقص جمرة أو يسقط وقوفا أو مبيتا. الناس سواسية، لا فرق بين عربي ولا عجمي، ولا أبيض ولا أسود، إلا بالتقوى. فما أحرى حجاج بيت الله الحرام، فما أحرى حجاج بيت الله الحرام، وما أحرى المسلمين بعامة أن يأخذوا هذه العبرة من هذا المشهد العظيم، فإن مثل ذلكم الاستشعار يعد من أعظم الدواعي إلى التآلف والتكاتف والرحمة والشفقة والتواضع والتعاون، لا شعارات وطنية ولا هتافات عصبية ولا رايات عبية، إنما هي راية واحدة، هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الأمة بحاجة ماسة إلى استجلاب كل معاني الوحدة والتعاون والتناصر على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، فلا يعتدي أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، بل يعيش المسلمون في سلام حقيقي وتعاون قلبي لا يمكن أن يكون له ظل في الواقع إلا من خلال الالتزام بشريعة الإسلام الخالدة التي أعز الله الأمة بها. فما أحوج الأمة الإسلامية وهي تكتوي بلهيب الصراعات الدموية والخلافات المنهجية إلى الاقتباس من أسرار الحج لتتخلص نفوس أبنائها من الأنانية والغل والحسد، ولترتقي بهم إلى أفق الإسلام الواسع المبني على منهاج النبوة والدافع لكل نزاع أو شقاق أو اختلاف. كيف لا، والله جل وعلا يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول سبحانه: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن لا مجال للتفاخر ولا للاختلاف ولا للتخاذل، وليس اختلاف الألسنة والألوان والطباع والبلدان محلا للشقاق والفرقة، لأن الميزان عند الله واحد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.